سينضم إلينا الآن سعادة السفير الفلسطيني لدى النمسا. أهلا بك. أهلا وسهلا. كيف ترى الوضع السيء جدا في فلسطين الآن؟ يعني المجازر مستمرة، هذه هي سياسة تطهير عرقي مستمرة وببشاعة كبيرة. رأينا مجزرة مخيم جباليا بالأمس، تقريبا كل يوم نرى مجازر ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. ما يفاجئنا ويصدمنا هو صمت العالم. العالم يرى على شاشات التلفزيون ببث حي ومباشر كيف تقتل المدنيين من الأطفال والنساء. بالأمس منظمة اليونيسف في الطفولة قالت قطاع غزة هو أكبر مقبرة للأطفال في العالم، وهذا لم يحرك العالم ساكنا. العالم مسؤول، كما هي إسرائيل مسؤولة، هم شركاء في الجريمة ويجب أن يحاسبوا على هذه الجرائم. سعادة السفير، كيف ترى موقف النمسا العدواني من العدوان الذي يحدث في فلسطين؟ موقف النمسا مخيب للأمال ويدان، لأن النمسا تصمت، بل على العكس، النمسا كانت ضد وجود وقف إطلاق نار، وهي بالتالي وضعت نفسها في مصاف المعتدي على الشعب الفلسطيني وحياة مدنيي الشعب الفلسطيني. النمسا لم تذكر كلمة واحدة عن الضحايا المدنيين الفلسطينيين، وأعتقد أن هذا موقف عنصري عندما يتم التعاطف مع مدنيين من طرف ولا يتم التعاطف مع المدنيين من الطرف الآخر، فهذا موقف عنصري وهذا مخيب للأمال. سعادة السفير، رأينا اليوم موقف النمسا واتهامها ببعض الذين قاموا بالاعتداء على المقابر اليهودية بأننا معادين للسامية، كيف ترى هذا؟ أولا نحن نرفض الاعتداء على الأماكن الدينية وعلى القبور، هذا مبدئيا نحن ضد هذا ونعارض بشدة، لكن نحن مع أن نعبر أبناء الشعب الفلسطيني والعرب في هذا البلد والنمساويين المتعاطفين مع الشعب الفلسطيني أن يعبروا عن رأيهم بحرية ودون قيود. كما نشاهد اليوم الحكومة النمساوية حاولت فرض قيود على المتظاهرين، لكن هذا حق ديمقراطي ومن حق الناس أن تتحدث وتعبر عن تعاطفها مع أبناء شعبها الذين يتعرضوا إلى المذابح يوميا. سعادة السفير، ما هي المطالب اليوم من هذه الوقفة الاحتجاجية؟ نحن نطالب بوقف إطلاق فوري للتخفيف من حجم هذه الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، هذا ما نطالب فيه. وثانيا يجب على مجرمي الحرب أن يقدموا إلى محاكمة دولية، هذه هي مطالبنا. وثالثا نحن شعب يستحق الحياة، على هذا الاحتلال أن ينتهي. يجب أن تقوم دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة على أرض فلسطين. لن تنعم إسرائيل بالأمن والسلام طالما لم ينعم الشعب الفلسطيني بالأمن والسلام. سعادة السفير، كيف تقرأ منع الحكومة النمساوية للمظاهرات أحيانا؟ هذا مخيب للأمال، هذا يتعارض مع الدستور النمساوي والحقوق الديمقراطية للمواطنين النمساويين. من حق الناس أن تعبر عن رأيها وتعبر عن تعاطفها مع شعبها الذي يتعرض إلى الذبح اليومي في فلسطين. هذا موقف مستغرب ومستهجن، وأعتقد أنه لا يتوافق مع أي مبدأ من مبادئ الديمقراطية التي تدعي الحكومة النمساوية أنها تؤيدها وتعتمدها. سعادة السفير، في النهاية كيف ترى الفترة المقبلة؟ إلى أين تتجه الأمور؟ أخشى ما أخشاه أن هذه المذابح ستستمر في ظل هذا الصمت الدولي الكبير. كما قلت نحن نرى تطهير عرقي أمام أعيننا، وعلى العالم أن يتحرك ويتحرك فورا لمنع الأمور من أن تزداد سوءا. سيستمر الشعب الفلسطيني وأصدقاء الشعب الفلسطيني بالخروج إلى الشوارع بالتضامن مع شعبهم حتى تتوقف هذه المذبحة. شكرا لحضرتك سفير الفلسطيني لدى النمسا، شرفنا بلقائك اليوم. شكرا لكم. شكرا.